مهرجان الضحك اللي تيدوز في مراكش. لماذا حنا هذا المهرجان كنا فيه في الاول وكنا تندوزو فيه ومن بعد تحول هذاك المهرجان تعطى الناس اخرين، من بعد استول عليه ايكو واستول عليه ناس اخرين راه تعرفوا الاسماء اللي هما استولوا على هذا المهرجان، وقساونا حنا غير بشويه بالفن بتحريميات ديالهم وبداكشي. حنا الناس الحلقه والناس ديال هذاك المهرجان، حنا اولى اللي خصنا نكونوا في هذاك المهرجان الضحك ديال الساحه الجامع. عرفنا يشاركوا ثلاثه الحلاقي او اربعه الحلاقي، حنا راه تنعانيو، حنا راه مرتين، حنا راه الا ما لقينا الناس اللي وقفوا معنا راه حنا هذا الشيء غادي تيموت. وراه واحد الاخت ديالي راه هي اللي هي رئيسه الجمعيه، السميه ديالها امل مريم، هي حاليا نعسه في المامونيه. وحنا تنقول هذا الشيء وعاش الملك الله ينصر سيدنا، حنا عرفنا بان ما مالكنا تيبغينا وحنا تنموتوا عليه وتنحماقوا على سيدنا الله ينصره والله يخليه لنا، يكون ما هو ما غاديش يخليونا في هذيك الساحه. اولا غادي حتى هي يبيعوها كما باعوا الكلاسي، وغادي يديروا كما داك الشيء بالوجاه وداك الشيء انت ولد فلان وانت صاحب فلان. حنا اللي تنطلبوا من المسؤولين يوقفوا معنا على هذا الحساب هذا. وهذا العام الجاي ان شاء الله انا غادي نكون واحد من المعارضين، وغادي نجي عند الصحافه وغادي نطلبهم يوقفوا معايا، وغادي نطلب الناس يوقفوا معايا علاش حنا ما نكونوش المشاركين في هذا المهرجان. تيجي هذا المهرجان خصنا حنا نكونوا فيه، الا ما كناش مشتركين نكونوا من الناس ضيوف، الناس اللي معترفه بهم. حنا معترفه بنا وزاره الثقافه، معترفه بنا العالم كل شيء والله ينصر سيدنا وتيعرفونا الناس. لماذا ما نشاركوش حنا في هذا المهرجان؟